ما كنت متخيل ان حاسبك تدخل بيت وتخرج منه عادي يا سليم. الموت عندي اهون من ان حاجه زي دي تحصل لي. اعتبره حصل. اعتبره حصل عشان ما ندمش احنا الاثنين. انت اللي هتندم على كل اللي عملته. وكونك اتهجمت عليا في بيتي ورفعت عليا السلاح ده هتدفع ثمنه غالي قوي. زي ما هتدفع ثمن كل جرايمك اللي انت عملتها. أنا يمكن جرأت إني دخلت بيتك. بس أنت ما سبتليش حل تاني. لكن البلاوي اللي أنت بتقول عليها دي أنا بريء منها. اقعد. اقعد واسمع عشان تشوف الحقيقة بعينيك. حقيقة إيه اللي بتتكلم عنها يا سليم؟ أنا لسه راجع دلوقتي من الغرزة اللي أنت قتلت فيها تايسون. لسه مخلص كلامي مع الولد الشاهد اللي شافك واللي سمع كل اللي كانوا معاك وهما بيندهولك باسمك. انا فعلا رحت الغرزه بس قبل ما وصلت لقيته كان ميت. حلوه نظريه المؤامره دي. العالم كله بيتآمر عليك. بص يا سليم، اذا كنت جاي مخصوص عشان تحكي لي الكلمتين دول فمالهمش لازمه. شوف لك سكه تانيه. ما تفكر معايا صلاح بيه. هو انا ليه ممكن اقتل تايسون؟ انا ما افكرش. أنا أسأل، أنت ليه قتلته؟ أنا ما قتلتوش. أمال مين اللي قتله؟ اللي قتل تايسون هو اللي قتل زياد. وهما كمان اللي زقوا تايسون عليا عشان يشهد زور. رجعنا تاني للأفلام الأمريكاني. طب أقول لك إيه يا صلاح بيه؟ تعال نرجع كده للحكاية من أولها. مين اللي خبط ندى بالعربية وزياد صوره؟ ابن لطفي أبو المجد. والورق ده بيقول كده. في إيه الورق ده؟ لطفي ابو المجد بيقول ان ابنه كان في العين السخنه ساعه الحادثه، صح؟ ايوه. كل الشهود اثبتت كده. كل دول كدابين. تليفونات تامر بتقول ان هو ساعه الحادثه كان موجود. وبعديها بشويه طلع على البيت بعدين على العين السخنه. يعني تامر طلع على العين السخنه بعد الحادثه مش قبليها. بس ده مش دليل على انه هو اللي خبطها. بس ده دليل ان هم بيكذبوا. ليه هيكذبوا لو هم مش عاملين حاجه غلط وماشيين في السليم؟ وليه هيجيبوا شهود يشهدوا ان تامر كان في العين السخنه ساعه الحادثه؟ مش يمكن خايفين منك؟ وانك مهددهم بانك ممكن تاخد ابنهم لو ما خدتش منهم رشوه. انا مش فاهم انت ليه مصر تطلعني شيطان. لانك فعلا شيطان الحكايه دي. ماشي يا سيدي انا شيطان. بس خليني اكمل لك الحكايه. لطفي بعد الحادثه كلم حماد اللي كان عند تميم ساعتها. بعد ما راح له كلمه نشأت عشان يجي لهم. يعني هما الثلاثه ما كانوا صارين عند لطفي زي ما قالوا. لسه ما جمعتش برضو الكلام؟ انا مش فاهم انت عاوز توصل لايه. وبعدين كل الحاجات اللي انت بتقولها دي لا هي جريمه ولا دليل ادانه ولا اي حاجه من الحاجات دي، ايه علاقتها بالقضيه؟ انا ايه علاقتي بيها؟ يا صلاح بيه ما تغمضش عينك على الحقيقه وسيبنا كمل. بعد ما نزلت من عندهم كلموا الامين زناتي وراح لهم. ايه اللي هيخلي زناتي يروح لهم في وقت متاخر زي ده؟ وتليفوناته بتقول ان هو نزل من عندهم وراح على اسمه. وفضل يكلم رفاعي اللي كان نبطش ليلتها معايا. وبرضه قعد يكلم لطفي وحماد كذا مره، بيكلمهم ليه؟ انت جبت الورق ده منين؟ الورق ده ما يخرجش غير باذن النيابه. فريدة، صح؟ أنا مش مصدق إن هو ده اللي شغلك وحبل المشناق ملفوف حوالين رقبتي. لو شغلك أول ورقة جبته منين؟ تقدر تجيب إذن النيابة وتجيب زيه. على فكرة تلاقيه هو هو بالظبط. طيب ما هي سهلة أهي. طب ما هتيجي معايا نروح المكتب عندي نشرب فنجانين قهوة وتقول كل الكلام ده ويبقى في محضر رسمي. مش هيحصل. أنا مش هاجي تحت إيديكوا تاني. أنا اديتك أول خيط عشان تجيب براءتي. لما تجيب لي براءتي هجشر معاك القهوة. وآسف لو دخلت بيتك من غير استئذان. تهدى يا حاج، خلينا نفهم ايه اللي حصل. مين قال بس يا حاج ان اللي قتلته؟ انت فاكرني عشمان ولا ايه؟ امال مات ازاي يا زناتي؟ قدر يا متر، انا اعترض على قدر ربنا كمان. يعني ايه؟ مات بازمه قلبيه وحط امك؟ انت مش لسه قايل انه اتقتل؟ اتقتل يا حاج، بس ورحمه امي ما مديت ايدي عليه.
انا مديت دماغي بس. ما بطل الحركتين بتوعك دول يا لو تخلصنا. ايه وليه ليه ما يعمل علينا حواديت؟ ما هو واطي وتمكن، لازم يلعب بينا. شكرا يا حاج، انا برضو حاج، ده انا حبيبك. خلص يا زناتي خلص. مفيش، من يومين كده كان عندنا كبسه محترمه في المنطقه، مسكنا فيها ابن المعلم شحت دبور بتاع الجياره. كان جاي يسلم بضاعه لعيال في المنطقه ومنهم تايسون، وزي ما تقول كده ابن المعلم شحت ده بقى اصغر عياله. الحيله يعني. ما تخلص يا زلمه، انت تحت حواديت. المهم بقى محسوبك بقى هو اللي كان جاب الاخبارين الواد نزل المنطقه. الشهاده اللي انا ما كانش في دماغي حاجه، انا كل اللي كنت عايز اعمله ان اعمل نمره حلوه كده بعد الغلوشه اللي عملها سليم الله يكحمه مطرح ما راح. ما هم طول الجروح في يا حاج. مالك يا حاج ما تطول بالك، امال بقيت حماك ده ليه طول عمرك بالك طويل؟ المهم لما تايسون قال عقله رحت مسرب للمعلم شحته ان هو اللي مسلم ابنه. الراجل يا ولدها اتجنن، لان ابنه لابس قضيه ايه مزيكا اقل ما فيها 10 سنين. يعني شحته الدبور هو اللي معذور؟ ما الراجل يا ولدها قلبه محروق على ابنه من ناحيه، ومن الناحيه التانيه اتهزق في السوق. يعني لو ما عملش نمره زي دي مش هيعرف يرفع عينه في حد تاني ولا يشتغل الشغلانه دي من اساسه. قام المعلم شحته بعت رجالته ذبحوا تايسون عشان يشفي غليله، بس احنا مالناش فيه. ربك يعمل ايه؟ يروح باعت سليم ورا تايسون فيلبس هو التهم ويغرز اكتر ما هو غارز. ربك بالمنكسرين جابر. يا ابن الشياطين. ليه بس يا عم الحاج؟ الحق عليا اني ريحتك من الواد، وكمان غرست لك سليم اكتر ما هو غارز، ورحمتك من 500,000 جنيه اللي كان هيلفهم في كرشه. الا بالحق يا حاج، جبت لي الفلوس اللي اتفقنا عليها ولا لا؟ ادخل هات لي قهوه. مساء الخير يا باشا. اهلا وليد. ايه ده؟ ده التقرير بتاع شركة المحمول؟ اه يا فندم، سعادتك مش عارف انا تعبت قد ايه عشان اجيبه لك بالسرعة دي. مش ناوي يا فندم سعادتك تقول لي ايه علاقة الورق ده بالقضية؟ حلوة قوي. الورق مطابق تماما. نعم يا فندم. قول لي يا وليد، تعرف لطفة والمجد ده ساكن فين؟ تفتكر يا سليم بصلاح باشا ده هيصدق كلامك؟ والله انا عملت اللي عليا وحطيته على الطريق، مش هفضل قاعد مستنيه، انا هفضل مكمل زي ما انا. ناوي نكمل فين سعادتك؟ احنا لسه واقعين في المصيبه بتاعه تايسون اللي مات ده. قول له النبي استحوده، ده انا اعصابي بايظه لحد دلوقتي. ما لازم افضل ورام لحد ما اوصل لحاجه. تايسون مات في 60 داهي، بس لسه في اللي عايش اللي نلعب معاه. تقصد سعادتك زناتي؟ زناتي ده شطان، عشان كده انا سايبه هو لطفي لصلاح. لكن في رفاعي، الواد ده خفيف وممكن نطلع منه بحاجه. هام استنى انت يا هام. حاضر يا اخويا. معلش يا باشا استاذنك، يعني ممكن تداروا عقبال ما اشوف مين على الباب بعد اذنك. يعني يا مسعد والله يا حماد ما نعرف اخرتها ايه مع ابن السربة ده. ده يا سيدي رميت له الفلوس اللي كان عايزها حرب ونار في جتته. لا لا لسه لسه ده لسه عايز 500,000 جنيه كمان. نعم طبعا انت خسران حاجه وانا اللي بكوع. لا والله يا حماد والله ابتديت اقلق، الوحله زادت حواليا والدم كتر قوي. طب سلام سلام هكلمك تاني. طب ادخل. في ايه يا ابو زليخس؟ لا مؤاخذة يا حاج، في ظابط عايزك بره. ظابط؟ ظابط مين ده وعايز ايه؟ مساء الخير يا حاج لطفي. صلاح التوخي من التفتيش. عمر يا حبيبي. ايه يا عمنا انت نايم ولا ايه؟ لا 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 مفيش حاجة، انت عامل ايه؟ اصلي كنت معدي في الحتة كده قلت اطلع اسلم على عمي وعم عيالي. حبيبي تنور، يا اهلا وسهلا بيك. ربنا يخليك. بقالي فترة ما شفتكش، من ساعة ما رحت أنا وأنت للظابط صاحبك ده اللي طلع قتله قتلة. ده كان هيبقى حتة مغرز. مغرز صحيح. لا 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 مفيش حاجة يا سيدي، لا لا ده بقول لك على حاجة، إحنا ننزل بقى نتكل على الله نتغدى كده وناكل لقمة. لا نتغدى إيه؟ لا لسه نشرب حاجة الأول، يعني نشرب حاجة وبعد كده نتغدى. لا لا يا راجل ما يهمك تشرب إيه، ده إحنا ننزل نتغدى في أحلى حتة يا عم. والله مرضى أكلفك يا عم، ده كلامنا. لا استنى بس. أنا غريب يا عم هودة، والله ما ينفع الكلام ده. ما قلتليش يا حاج لطفي، أنت إيه رأيك في الكلام اللي اتقال؟ تاخذنيش يا باشا الكلام ايه؟ ساعتك يعني من ساعة ما جيت وانت عمال تتكلم تتكلم قلت كلام كتير قوي، انهي كلام فيهم بالظبط؟ اه صحيح عندك حق. نقول تاني الكلام اللي بخصوص تامر ابنك انه كان موجود في العين السخنة وقت وقوع الحادث،
مع ان تقرير شركه الموبايل بيقول انه كان موجود في القاهره وقت وقوع الحادث وفي نفس المكان، وانه راح العين السخنه بعد الحادثه تقريبا بساعتين. على فكره انت عندك فكره يا حاج ان الشهاده الزور جنايه؟ حد الله، حد الله يا باشا بينه وبين الشهاده الزور. امال الريش ولا راحت للشهود اللي قالوا ان ابنك كان في العين السخنه كانت من باب ايه؟ شوف يا باشا، مع اننا الحمد لله ناس معروفين في حتتنا وخيرنا على الكل، واي حد في الحته هنا يبقى عايز يجاملنا، الا اني عايز اسال سعادتك سؤال صغير كده. مين اللي قال لسعادتك ان في حد شهد زور؟ بطل استعباط يا لطفي، التقرير بتاع شركه الموبايل بيقول كده. بس التقرير اللي مع سعادتك ده بيقول ان المحمول هو اللي كان هنا، ما قالش ان الواد هو اللي كان هنا. يعني ايه مش فاهم؟ الحكاية وما فيها إن الواد ابني ضيع المحمول بتاعه. عيال مستهترة مش حاسة بقيمة القرش. الجين ده كله كده يا باشا. الواد ابني بقى ده يزيد عن جيله إن أمه مدلعها الآخر، لأنه ولد وحيد على بنات يعني. هو سعدك عندك ولد؟ ليك في حالك يا لطفي. صح. طيب نرجع مرجوعنا لمشكلتنا. احنا بقى باشا ربنا هدانا ولقينا الموبايل، نعمل ايه؟ قومنا واحد بعربيه مخصوص وادى الموبايل للولد لغايه العين السخنه. ما انت عارف سعادتك الجيل ده ما يقدرش يعيش دقيقه واحده من غير الهباب ده اهو. ايشي نت وايشي شات وايشي واتساب، عيال بايظه بعيد عنك. يعني انت الموبايل ضاع ولقيتوه؟ حلال، والحلال ما بيضيعش يا باشا. بس سعادتك مش هتصدق احنا لقيناه ازاي. اه صحيح، ازاي؟ الواد زناتي. زناتي الامين اللي شغال مع حضراتكم في الداخليه، ما هو من عندنا من حته. واد جدع وراجل وخدوم، هو اللي اتصرف ولقينا الموبايل. حتى سعادتك لو رجعت يعني الاوراق اللي مع سعادتك هتلاقينا متكلمين كتير الليله دي. بس المكالمات دي كلها تمت بعد الموبايل ما وصل عين السخنه. ما انا فوت سعادتك في الكلام. الواد زناتي ده مع انه من حتتنا وجدع وخدوم وكده، الا انه زنان زن النحله. قعد يزن عليا قال ايه عشان يضمن حلاوه رجوع المحمود. شفت ساعتها بقى الحكايه بسيطه وسهله ازاي؟ لا فيها رشوه ولا شهاده زور ولا اي حاجه من اللي ساعتها قلتها. بس الحقيقه يا باشا اللي محيرني يعني هو سر زياره ساعتك ليا دلوقتي. يعني انتوا سايبين الظابط بتاعك وهربان وشغلين نفسكم بمين بيكلم مين؟ هو من امتى يا باشا مكالمات التليفون بقت تهمه؟ احنا مش سايبين الظابط بتاعنا هربان يا حاج لطفي، وهنجيبه قريب قوي. الحكايه كلها ان احنا بنحقق عشان نوصل للحقيقه. الحقيقه باينه قدام سعادتك هي زي الشمس. اسر، في حاجه تانيه يا باشا اقدر اقدمها لسعادتك؟ جرى ايه يا مسعد يا جدع؟ داخل شاطح ناطح. ايه يا جدع اصبر كده، بقول لك انت والدتك بنت حلال وده عيالك يا اخي. انا نفسي كانت هفاني على لحمه راس وسمين، اسال نفسي مين يجي ياكل معايا اللقمه الحلوه دي. سبحان الله لقيتك انت بتخبط يا جدع. خليك معايا، تخبط على الباب، هنقعد بقى ناكل لحمه راس وسمين وتاكل الجوهره اللي انت بتحبها، تاكل كمان اللسان اقسمه لك على شفتتين، نخلص اللقمه دي نقعد عليها ونشرب الشاي وتضرب المعسل. الواد ده شافنا يا حوده. والله سعادتك سليم بيه الواد مسعد ده واد عامل مشاكل كتير في المنطقة، وعشان كده سابها وراح منطقة تانية. تحس كده انه واد بارد وحشري. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم الاعتراض على أمرك يا رب. هو احنا ناقصين؟ مش كفاية البلاوي اللي عمالة تتحدف علينا زي النطر؟ لا هو مش بس كده، ده كمان رطرات بالكلام. وكمان رطرات؟ قصدي يعني سعادتك إن الواد ده لو كان خد باله من حاجة ما كانش سكت. بس برضه الاحتياط واجب. صح، عندك حق. طب والعامل يا سليم بيه؟ احنا لسه ما فوقناش من البلوه بتاعه تايسون. بقول لك يا سليم بيه، يعني انا لما اوزه في حاجه كده هجمت في نفوخي، اقدر اقولها لمعاليك؟ يا عم اخلص قول. انا ليا ناس حبايبي في القسم، ممكن يعني اروح القسم اقدر اتطقص لو في اي عوق. مش فاهم منك حاجه، عوق ازاي يا اسطى حوده؟ اقصد ان ناس حبايبي دول بيبلغونا لو في اي حمله جايه على المنطقه، فلو اي حد مثلا شايل حاجه شمال، حاطط حاجه هنا، مخبي حاجه جنب حاجه، تحت اي حاجه يقدر يتصرف فيها قبل ما الناس تتقابل. اعمل كده. طب بالنسبه للامين اللي اسمه زناتي ده؟ ماله زناتي؟ انا كنت متخيل سعادتك هتطلع من عند لطفي عليه. لو لطفي بيقول الحقيقه يبقى زناتي هيقول نفس الكلام. طب ولو بيكذب؟ يبقى اكيد لطفي هيفهمه انه يقول برضه نفس الكلام.
يعني سعادتك عايز تفهمني ان زنيتي ملوش في الموضوع خالص؟ لا انا مش عايز افهمك حاجه، وانا شخصيا مش فاهم حاجه خالص. كل اللي عاوز اعمله دلوقتي ان احنا نعمل تقرير وافي عن المجموعه كلها، عن لطفي وابنه وحماد وزناتي ونشأة المحامي وسليم. سليم يبقى الحال على ما هو عليه، سليم يفضل بالنسبه لنا مجرم ولازم نجيبه. اهو يا طنط، ولا الحوجه للست سلمى بقى كده؟ ايوه كده، وانا كنت يعني هسيبها لحد ما حضرتك تحني عليها وتعملي لها اكاونت على الفيسبوك. ماشي يا ستي، ربنا يهني سعيد بسعادتك. قولي لي يا فريده، يعني انا لو دخلت على الصفحه دي الناس كلها هتعرف ان سليم بريء؟ لا طبعا يا طنط، الموضوع مش بالسهوله دي. لازم الاول يبقى عندك صحاب على الصفحه بتاعتك علشان يقدروا يشوفوا اللي انت بتكتبيه. انا هجيب الصحاب دول منين؟ ما تقلقيش، انا مش هسيبك غير معلمك كل حاجه. انا مش فاهمه هما لازمته ايه كل ده، ما انا وفريده شغالين على كل حاجه. حتى لو في 50 حاجه زي دي عايز اعملها انا بنفسي مش عن طريق حد، حتى لو كان انت او فريده. عايزه الناس كلها تعرف ان سليم ابني بريء، وهتشوفي كلامي معاهم هيفرق ازاي. قولي لي يا فريده، هي الصفحه دي تدخلني على تويتر؟ لا طبعا، تويتر ده اكونت تاني خالص غير الفيسبوك، بس مفيش مشكله انا ممكن اظبط لك الموضوع ده كمان. بس ده احنا علينا قوي وبقينا فيسبوك وتويتر وشغلانة كبيره يعني. والله يا ولاد لو في كل حاجه ممكن اعملها عشان الناس كلها تعرف ان سليم ابني بريء هعملها. ويا دوبك البت مالك شدت حيلها شويه وربنا رزقني برؤية. يا سلام على الرؤية دي يا بيه، حتة عسل كده والله. ربنا يخليهم لك يا ابراهيم. اللي اقول لي يا سليم بيه، هو انت لسه ليه ما اتجوزتش فريدة هنم لحد دلوقتي؟ كان زمانك عندك عيل يفرق. مؤاخذة يا سليم بيه، لموا حاجاتكم بسرعة، لازم نمشي من هنا حالا. يا جدع استرجل وبطل شغل النسوان ده، وانا الحق عليا اللي برسيك عشان لو حصل حاجة. حاجة؟ حاجة زي ايه؟ يعني صلاح الطوخ يجي باك يسألك مثلا. نهار اسود، يسألني في ايه؟ وليه؟ عادي يا جحش انت، وانت مش شاهد على سليم في القضية؟ وبعدين مالك مقلق كده ليه؟ ما قلت لك انت مع زناتي يعني في السليم. احنا مش في السليم، احنا في سليم وشكلها تتطربق فوق دماغنا ومش خلصانة. طب امسك دول. ايه دول؟ دول 20,000، يعني كده وصلك 25، يعني النص يابا. مرضي؟ يلا روح شايص كده وانسى القرف اللي في دماغك ده بقى. ولا اقول لك حطهم تحت المخدة، أول ما تلاقي نفسك قلقان كده طلعهم بص عليهم هتهدى على طول. أصل الفلوس دي علاج الفرق بيلعب في عبك ده، اسألني أنا. ده برضه هيتنح. يعني مسعد ما بلغش عندنا ولا حاجة؟ لا ما أظن سعادتك إنه خد باله من حاجة زي كده، بس الحمد لله إن ربنا جعله سبب نلحق البلوة دي قبل ما تحصل. يعني أنت متأكد إنهم نازلين يفتشوا الليلة دي يا أستاذ حودة؟ عيب تسأل السؤال ده أبو خليل. أسليم بيه، في حملة هتنزل المنطقة قرب الفجر وهتفتش بيت بيت، ومش هتسيب خرم إبرة غير لما تفتش جواه. بيقولوا سعادتك إن في شوية عيال إرهابيين مستخبيين في المنطقة، وشكل الموضوع كده في قنابل ومتفجرات وحزمة ناسفة وبلاوي زرقاء. يا نهار أسود ومنيل ب 60 ليلة. بقول لك يا أسليم بيه، إحنا نسلم نفسنا حرامية بكرامتنا. يا ابني اهدى بقى، اهدى عشان نشوف هنعمل ايه. ما تقلقش سعادتك، انا مأمن مكان بعون الله هنروح مع بعض فيه، وانا هبقى مطمن عليكم على سركم. بس يلا بينا بسرعه. يلا 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 يلا.
ده انت طلعت اخطبوط كبير يا اسطى حوده بقى واحنا مش عارفين. يا عم ما انت ربنا كرمك بام العيال ام حمزه ست طيبه وتستاهل كل خير. لازمته ايه بقى الكلام الفاضي؟ والله يا ابو خليل انا كنت اخطبوط زمان، لكن دلوقتي الاخطبوط ولا ديناصور حتى. انا راجل غلبان وماشي جنب الحيط. غلبان وماشي جنب الحيط؟ امال مين اللي احنا رايحين عندها دي يا عم الاخطبوط يا اللي غلبان وماشي جنب الحيط؟ حنان. شايف يقول حنان ازاي بيه؟ ده احنا هربانين مع راغب علامه واحنا مش عارفين. عارف ابو خليل؟ حنان دي الحته الحلوه اللي في حياتي، الحته اللي بتدق هنا وبس. القصه اللي بيني وبين حنان دي زي بتاعت افلام السيما كده، زي حسن ونعيمه مثلا. طب ما اتجوزتهاش ليه يا اسطى؟ اصل زمان ابو خليل انا كان الشيطان راكبني وكنت ماشي في سكه الشمال، حنان دي بقى كانت جدعه وزي السيف وما تحبش الحال المايل. قالت لي لو انا عايز اتجوزها ابعد عن سكه الشمال. انا بيني وبينك كنت فاكرها انها بتهرج وبتقول اي كلام، يعني مالو دماغ يعني. فضلت مكمل في سكه الشمال، سابتني واتجوزت غيري وقعدت معايا هنا. ما الحمد لله بنت حلال وربنا كرمها يعني ونجدها. عارف ايه اللي حصل بعدين؟ انا اتجوزتها ايام وخلفت منها، وعرفت ان جوزها سافر ليبيا، قعد 3 سنين هناك واتقطعت اخبار وناس بتقول ان هو مات. بقيت من وقت للتاني كده بشقر على حنان وبطمن عليها هي وبناتها. لا استخد انت تستاهل كل خير وهي ست طيبه، ربنا يعينك بقى وتبقى تبقى نصوحه كده على طول. حنان دي بنت حلال مصفي، بس عندها عيب بقى، لسانها زي المبرد ودماغها كده زي السيف. نور لي كده. نورك يا عم. نور لي عند الكوريك كده. ايوه نور نور، انزل شويه. انا مش فاهم يا حاج، يعني انا مال انا ومال الحوارات دي؟ لا يا حاج امك، ما انا مش قاعد مستنيك لغايه دلوقتي عشان تطلع عليا الغباوه اللي انت ورثها عن امك دي. انت هتسمع اللي بقول لك عليه وتقول حاضر وانت زي الكرسي اللي انت قاعد عليه. يا حاج انا لا ليا انا فيس ولا انترنت ولا الجو ده كله. بعدين عيل سيس زي ده انا هقعد اعمل معاه ايه؟ انت مش بس هتقعد معاه، انت كمان هتصاحبه. اصاحب مين يا حاج؟ هتصاحب الواد اللي مش عاجبك ده، لان الواد اللي مش عاجبك ده يا حبيبي هو اللي هيخلصنا من الورطه المهببه اللي انت وقعتنا فيها. حاج طب بالهداوه كده، انت عايز الواد ده يلت على الانترنت على حوار الظابط انه طلب منك رشوه وكده، انا بقى مالي؟ شوف حبيبي، زي ما انا كده هتكلم عن الرشوه اللي هو طلبها مني، انت كمان هتتكلم عن ان الراجل ده كان مستقصدك من اول يوم جه في المنطقه. مستقصدني انا؟ امال انا يا اخويا؟ ما يستقصدني ليه؟ يا ابني افهم بقى، انت لازم تعمل اللي بقولك عليه ده والجزمه فوق رقبتك. الله، لازم الناس كلها تفهم ان الراجل ده مستقصدك ليه 100 سبب. ممكن انت تختار منهم اللي انت عايزه بقى. الراجل ده غيران منك، طمعا في فلوسك، اتخانقتوا على بنت، اي حاجه يا اخي. المهم ان الناس كلها تعرف ان الراجل ده حطك في دماغه من قبل الحادثه المهببه. فاهم؟ لو حنون احنا واقفين عند الباب الوراني زي ما انت قلتي. حاولي افتح لنا بسرعه.